ماجد المصري يمر بأزمة صحية مفاجئة، أجرى جراحة دقيقة في العين وما زال في مرحلة الاستشفاء. طلب من جمهوره الدعاء له حتى يتجاوز هذه الوعكة ويتحسن وضعه الصحي. أجرى الفنان ماجد المصري خلال الأيام الماضية عملية جراحية دقيقة في العين، وخلال هذه الفترة عاش جمهوره حالة من القلق حول وضعه الصحي وتفاصيل الجراحة. ماجد طمأن جمهوره من خلال مداخلة هاتفية أجراها في أحد البرامج التلفزيونية، وأكد أنه أجرى الجراحة في أبوظبي، وكانت العملية عبارة عن ليزر لعلاج قطع في الشبكية. ماجد أكد أنه في مرحلة الاستشفاء من العملية ويشعر ببعض التحسن في وضعه الصحي، وطلب من جمهوره الدعاء له حتى تمر هذه الأزمة بخير. ما زال ماجد متواجدا في أبوظبي حتى الآن، وذلك حتى يتابع وضعه الصحي مع الطبيب الذي أجرى له هذه الجراحة الدقيقة، ومن المفترض أن يعود لمصر فور الإطمئنان على صحته، وذلك لأنه مرتبط بالعديد من الأعمال الفنية التي يتم تصويرها خلال الفترة الحالية. جمهور ماجد المصري تفاعلوا مع خبر أزمته الصحية وتمنوا له الشفاء العاجل وأن يعود لصحته وحياته الطبيعية في أقرب وقت. الجدير بالذكر أن ماجد المصري تعرض لانتقادات كبيرة خلال الفترة الماضية، وذلك بعدما خلعت ابنته مهتاب الحجاب وتميزت إطلالتها بالجرأة عبر السوشيال ميديا. تجاهل ماجد كل التعليقات السلبية، خاصة وأنه يعتبر حياته الشخصية وحياة أبنائه ليست مشاعا للجميع، ولا يحب أن يدافع عن تصرفاته أبداً.